فقرة الصحافة وأهم عناوين الأخبار والتركيز على تفاصيلها، وهنبتدي مع من أنهي موقع بقى؟ طبعا متشوقين يشوفوا أخبار النهاردة إيه، وخاصة الناس طبعا ما قريتش الصحف الصبح النهاردة. أول خبر موقع رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بوزير الأوقاف. التفاصيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والاجتماع تناول استعراض لجهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي كمان تدريب الأمة وفي مجال التأليف والترجمة ومجال النشر كمان. الحقيقة كمان أن السيد الرئيس وجه بأن يتم التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميا ومهريا من أجل تكوين كتلة معرفية بتعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير. كمان يعني بيؤكد على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات أكاديمية للأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى. عنوان آخر من العناوين المهمة الحقيقة، والرئيس طبعا حاجة اقتصاد، يعني حاجة اقتصاد، والاقتصاد يعني في نهاية العام بقى كل الملفات الاقتصادية بتظهر من ناحية الإنجازات. صحيح. والمؤسسات الدولية كمان طبعًا بتشير الأداء، وآخر مؤسسة والشركات طبعا بتعمل طبعا تقييم تقييم عند نهاية السنة دايما في تقييم على الأداء. خلينا نشوف الخبر الجديد عن طبعا نشاط هيئة قناة السويس، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع أداء نشاط هيئة قناة السويس. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي، وطبعا السيد الرئيس وجه بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجياتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها. طبعا ده يمكن مهم جدا عشان نتكلم على أنه ده لدعم التنافسية وكمان مكانة القناة المتفردة على مستوى حركة التجارة العالمية. اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، واستعرض مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة والحمولات والحاويات، لأن شهر نوفمبر الماضي حقيقة حقق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة. ده علشان كمان احنا رفعنا رسوم العبور، وفي نفس الوقت ما تنسوش ان في مقارنه ما بيننا وما بين المنافذ الملاحيه الاخرى، خصوصا قناه دينامو وقناه اخرى. يعني على العموم ده موضوع مهم. انت طبعا اتكلمت النهارده جيهان في البدايه على التطعيم وغيره وبفايزر وغيره، هنتكلم هنا على خبر في الجمهوريه، وزاره الصحه تنشر مواعيد انطلاق الحمله القوميه للتطعيم ضد اشلال الاطفال. في التفاصيل ان الصفحه الرسميه لوزاره الصحه والسكان نشرت على فيسبوك مواعيد التطعيم ضمن الحمله القوميه للتطعيم ضد اشلال الاطفال، واكدت ان الحمله هتنطلق يوم الاحد المقبل 19 ديسمبر وتستمر لأربعة أيام لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال. بتستهدف الحملة تطعيم 16 مليون ونص طفل من خلال 45 ألف فريق بيضم 90 ألف عضو. كمان طبعا خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام تطعيم على الوجه الأمثل والأفضل طبعا، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمدريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية. خبر تاني بقى ننتقل الى بوابه الاهرام. خبر بيقول ان النقل تعلن الانتهاء من كوبري المرج لخدمه الحركه المروريه من منطقه مؤسسه الذكاء وحتى مستورة. طبعا ده خبر مهم جدا للناس اللي ساكنين هناك، لان وزير نقل الفريق مهندس كامل الوزير واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القلوبيه تفقدوا كوبري المرج، لان وزاره النقل اعلنت انه تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري، وده هيخدم الحركه المروريه اللي هتاجي من مؤسسه الذكاء وحتى منطقه مستورة. على فكرة كمان الأماكن دي طبعا تتضمن أربع مطالع ومنازل لسورة الحركة المرورية التبادلية، والكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج. الحقيقة الحتة دي زحمة. جميل. وتحتاج لها يعني بالفعل التطوير الخاص بالكبير يخفف الحركة المرورية. أخبار اليوم أيضا، موقع أخبار اليوم بنشوف فيه مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استعادة الثقة لمواجهة تحديات الجائحة، وانطلق المؤتمر أمس. المؤتمر طبعا بعنوان الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وده كان في شرم الشيخ وباجتماع 152 دولة من أجل تطوير العمل من خلال الاتفاقية وتعزيز الاستجابات لجائحة كوفيد-19. الدورة التاسعة للمؤتمر افتتحت برسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالفيديو، وكلمة القاها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ورئيس الدورة الثامنة لهذا المؤتمر حارب العميمي من الإمارات، ورئيس الدورة التاسعة حسن عبد الشافي من مصر،
والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة وري، والأمين عام قال في رسالته أن معالجة الفساد هي مسألة حاسمة لحماية حقوق الإنسان ولتعزيز المحاسبة الديمقراطية، وده بيمثل خطوة مهمة نحو التنمية الشاملة والمستدامة. طبعاً الموقع اليوم السابع الحقيقة ركز على موضوع مهم أيضا من خلال عناوينه: مصر بتطلق المرحلة الثانية من إعادة إعمار غزة، ووفد هندسي مصري بيصل القطاع لبحث الخطوات المقبلة من الإعمار وإنشاء المجمعات السكنية. طبعا هنا في الخبر أن الدولة المصرية تواصل التحركات لإعادة إعمار المناطق المدمرة في غزة بعد رفع ركام من المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي في الحرب الأخيرة، ومسؤول حكومي قال أنه من المقرر الاثنين يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي. وإعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري.